دخل على العراق بين 2006 و2014 من نفط بلغ 551 مليار و800 مليون دولار. 551. الحكومة العراقية مجموع استيرادها في تلك الفترة عن طريق التي بي اي بلغ 115 مليار. هذا الرقم ما كان معروف. اللجنة المالية استطاعت أن تحصل على هذا الرقم وتحدده. طيب وين راحت الفلوس البقية؟ وجدنا أن هناك عصابات مسيطرة على بنوك ولا أذرع فساد تمتد في صلب البنك المركزي وفي القضاء. ولكل هذه العصابات مجموعة من السياسيين يحمونها ويتدخلون لدى البنك المركزي لزيادة تخصيصاتهم بالعمل الأجنبي.